على كثير من إخواننا هذا الأصل الذي سأذكره الآن. لم يختلف أهل العلم في جواز الشدة على المخالف إذا كان للمخالف حشمة، وكان له كلمة مسموعة، وكان في بعض فتاواه ما يهجر حدا من حدود الله أو يجرئ العوام على حدود الله، أنهم أجازوا أن نتكلم فيه بكلام شديد دفعا لضرره عن العوام وكفا للعوام عن تقليده. والنبي صلى الله عليه وسلم أصل الشدة على المخالف. أبي بن كعب اليوم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يتعزى بعزاء الجاهلية فأسمعه كلاما شديدا وقع في أذن المستمع فاحشة. قال له إيه أبي بن كعب؟ قال له أعضب بهن أبيك، أعضب بهن أبيك. الهن هو عضو الرجل، عضو الرجل. أعضب بهن أبيك. قالوا يا أبا المنذر ما كنت فحاشا؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعطوه بهن أبيه ولا تكنوا. لا تكنوا يعني ما تستفدش الكناية، تتكلم الكلام الصريح دغري. من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعطوه بهن أبيه. وهذا حديث صحيح رغم ألوف الجهلة في الأخبار الذين أنكروه على صفحات الجرائد. فأعطوه بهن أبيه. وهو الصديق في صلح الحديبيه لما صهيب بن عمرو جاء يهدد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له انت ليس لك لقريش طاقه وانت اللي حواليك دول شويه غجر، اول ما تقوم الحرب فص ملح ودم مش هيكون ولا واحد حواليك. قال يا محمد ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفر ويدعوك. فقال ابو بكر له انحن نفر وندع أنصص بضر الله. والبضر قطعة اللي هي في فرج الأنثى اللي بتتبع عشان الطهارة يعني الكلام. يقول هذا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليه ولم يقل له يا أبا بكر هذا فحش. قال أنا أنصص بضر الله. ده والآيات القرآن الكريم كثيرة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحكموا مثل الحمار أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني الحمار أحسن منه وأهدى منه كمان. فاللي متصور بقى إن كل حاجة بالحكمة والموعظة الحسنة بنقول له لا، في حكمة وموعظة حسنة في مكانها وفي شدة في مكانها. ووضع السيف في موضع ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. خلاص.